في الاخلاق. والله انا رامي اختلافي مع الناس كثار، لكن قاعد احترمهم والله. من ضمنهم الفاضل ده واخونا ما بعرف هذا الجنيدي وادم ما بعرف وثاني منه الطاهر ومحمد، من ضمنهم قاعد هذيك احترمهم، طريقة لكن قاعد احترمهم الثانية والله. ما احنا زلنا الجنيدي اللي هو شويه ماذا الثاني ذاك الجنيدي، الثاني ذاك الجنيدي الابيض فقد المنطق شويه. والله انا اجيبه كياتي، عارف انا اجيبه كياتي لكم والله يا مساء الخير عليكم. والله والله يا المفترس، يا المفترس سلام عليك. ايوه انت عارف انت المنصه الوحيده اللي انا ما حبيت انه اطلع فيها قست نهائيا. قاعد اشوفك انا والله قاعد اشوفك. ايوه ايوه لكن سبحان الله يعني اول حاجه ما عارف ليه يعني، ممكن انا اصلا ما حبيت نهائي المنصه دي. ليش؟ انا ما عارف بطلع في اي منصه حتى لو كان فيها اساءه لي مباشره كنت بستحمل، لكن منصه تكذيب التحديد اصلا ما جاني يوم من الايام اطلع اتناقش فيها ولا اتحاور فيها، ولو كنت تقدم لي فيها قست ما كنت طلعتها ولا حصل قدمت فيها قست. يا ابو الرجال احنا المسائل حقت الشخصنه دي احنا خليناها بدري يا اخوي، فهسه حاليا شنو؟ حاليا الناس بقت تتناقش اذا بتشوف الخروج لبر الامان، دارين حاجات بتخرجنا لبر الامان. انا بس دار اسال المفترس ده سؤال يا اخوانا، كبس كبس على الشاشه دي ال 170 هنا 30 نفر دي الشاشه دي دقوها تقريبا. يا المشرفين بعدين يا المشرفين ما بزول ينزل زول، بالله ما بزول ينزل زول. تمام المفترس، انا بس دار اسالك سؤال عليك الله منطق كده كزول انت كشخص سوداني يا المفترس. طبعا بس سؤال في ناس في حاجه يدعوني برك شعور. لا لا بعيد بعيد من الديمقراطيه، انا ما بدي اسالك عن الديمقراطيه، دار اقول لك اني اخي لا ما بزول بنزل في ناس بالشعور يعني. لا لا ده الله اشوف دي صفحتي انا. هو يا ناس دقيقه دقيقه، ما بزول ينزل المفترس ده نهائيا. ظافر انت مش الان ماسك صفحتي وفاتح بها، ما تنزل الزول ده ما لم يتجاوز الخطوط الحمراء، الاساءات التجريح الكده اي ممكن، لكن ساي كده ما بزول ينزل. انا الدار اساله للمفترس، انا حميتي ده بالنسبه لي مشى الايجار كلها مشى لفه، حميتي في جده طلع الجيش انه هو السبب في فشل جده. الان حميتي مشى جنوب افريقيا في مباحثات مع الاتحاد الافريقي اللي اصلا معطل عضويه السودان. الكلام ده بيعني شنو دبلوماسيا للدعم السريع مقابل دبلوماسيا الجيش اللي قاعد يسيء الامارات، قاعد يسيء ليبيا، قاعد يسيء تشاد. انت جلس سؤال انا فاضي بالراحه يا استاذ فاضل بالراحه. انا ماشي لا ماشي في الشارع والله ما مركز في الشارع بس كده. عيد لي سؤال ثاني بقى والله ما سمعتك. قلت لك يا المفترس الدائره اقول لك انه حميتي اليوم في دوله جنوب افريقيا كواحده من اهم دول الاتحاد الافريقي، حميتي مشى لدول الايجاد كلها وحسم ملف الايجاد رفقه قوى سياسيه سودانيه، حميتي في اتفاق جدة طلع فشل الاتفاق من الجيش اللي ما اوفى بالشروط وليس من قوات الدعم السريع. الدبلوماسية اللي قاعد يقوم بها حميتي دي بتعني شنو تحديدا كده لقوات الدعم السريع مقابل دبلوماسية الجيش اللي قاعد يسيء الامارات وليبيا وتشاد وافريقيا الوسطى والايجاد؟ طيب اول 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 حاجة القوة المشهد دي انا بسألك القوة بجيك لحميتي بعدين مصلحة الناس زي من حميتي شنو؟ القوة اول شيء القوة انا عشان داير اجيب هنا القوه الان المشهد فيها منو؟ فيها حمدوك رئيس اللجنه وفيها خالد سليك ومحمد جعفر وبرما والجماعه ديل دي لا يمثلوا الشعب السوداني، هم سودانيين. انا ما سالتك عن القوه السياسيه اطلاقا. طيب خليها طيب تمشي الى خليها تمشي الى طيب. انا سالتك عن دبلوماسيه حميتي في طيب حميتي في الايجاد وفي جده في الخليج في جده وفي جنوب افريقيا. حميتي الناس بتخاطبه كبس كعنده قواته ما كنايب. طيب يعني زول يخطروه على السودان، زول يخطروه على السودان ويستقبلوا رئيس الدوله يعني المفترس ما الكلام ده ما يعني مخاطبته ما اكثر من انه زول عنده قوات. وين 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 في في حته في كينيا خطروه على السودان. الجوني بيتكلم في جده وجنبه على السودان. لما الناس يتكلموا الجوني الجوني في جده الجوني في جده الجوني في جده يا المفترس ما انا ناقض الواقع. الجوني في جده بيتكلم وجنبه على السودان. اليوم ما حدث في جنوب افريقيا ما حدث في جنوب افريقيا استقبال رسمي ما غيموا. طيب حميتي ما غيروا ليه ما غيروا فيما يتجلى فيما يتجلى فيما يتجلى فيما يتجلى التغيير فيما يتجلى التغيير يعني فيما يتجلى التغيير. ما خطوا له العلم خطوا له العلم اكيني خطوا له العلم التغيير شنو يعني بوادر التغيير. انا بجيت انا بجيت انا بجيت ناس بيشاكلوا قلت له مالكم؟ قال لي والله حميتي ما خطوا له العلم في 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 وين في كينيا في لا خطوا له العلم في اديس والله لا عارف في اديس في اديس ابابا يا اخي الكريم يا اخي نحن عشان نكون يا يا الفاضل هو المستقبل وبعد ما شنو العالم شنو هو سياده الدوله. ايوه الله يفتح عليك الله رمزي وسياده الدوله المستقبل. طيب لا 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 لا
كمصالح عندهم النازل. هو هو احنا جينا تابعنا الطياره دي قامت منين؟ الطياره ذاتها بتاعت حميتيدي لما قامت اول ما هو انا دار اسالك انا ما دار اتكلم معاك في الجوانب الثانيه يا المفترس. يعني انا في نفس الوقت الخارجيه لحظه الخارجيه السودانيه تقول بان كل من استقبل قوات الدعم السريع اذا كان ممثل في شخصي القائد حميتي او في اي من يمثلون هذه القوات يعتبر ضليع وعدو للسودان. واستقبال حميتي في كينيا بالعلم السوداني واستقباله في كافة المناظر الأخرى ماذا يعني ذلك تحديدا؟ هل يعني أن هذه الدول تنوى فعلا قطع علاقاتها مع الحكومة بتاع بورتودان فعلا؟ أم أنه لم توجد هنالك أساسا حكومة في بورتودان بنص الاتحاد الأفريقي لأنه معلق عضوية السودان في الاتحاد الأفريقي؟ عبد الرحيم ده لما طلع قال خطابه بتاع إنه أدانو لما أدانو طلع منين؟ من نيروبي. نيروبي أيوة من أفريقيا. أيوة عبد الرحيم طلع من نيروبي. طلع من هناك طلع ليه؟ ونحن مشكلتنا مع منواسي. نحس مشكلتنا. مشكلتنا مع مصر المشى ليها البرهان في الكورنيش. أنا إذا بنفس نص كلامك ده أنا بقول إنه مصر. لا لا. ما الذي يبعث البرهان إلى مصر وجدتي؟ محمد. فأمر على الشعب السوداني على طوال سنين يا. الرئيس التشادي لما مشى وين؟ غمته لوين؟ في زيارة في الحرب دي مشى وين؟ مشى الإمارات. غمضت له سكرته قال لي حميتي خلي معك اول طياره ايوه ايوه الطياره قامت من 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 مطار. طيب ماذا تعني ملاقات حميتي لوفد المبعوث الامريكي في اديس ابابا؟ يعني هل امريكا ايضا هي ضليعه ومسلمه في حرب السودان وهي ايضا لا تريد للاسلاميين؟ والله انا الحاجه عارف انا دي مصالح مشتركه بتاع التجاره بس يبيعوا لحميتي السلاح حميتي يدينا الذهب. يعني امريكا سيده العالم يعني غير منطقي. انت من الناس الرحب أيوة امريكا ضد عبد الرحيم دبره حينها أيوة كانت امريكا هي سلطة العدل يعني والليله لما استقبلت حميتي وكان بالمناسبه حميتي لما لقى مبعوث امريكا في اديس ابابا وكذلك في اوغندا لقاهم في الدولتين دي بالمناسبه كان جنبه علم السودان. ماذا يعني ذلك يعني؟ والجيش بيقول اي زول استقبل حميتي او اتكلم معه انه عدو. هل امريكا الان ايضا دنا عذابه؟ والله شوف انا سي حاليا حميتي معه شلة يخص مع احترامي الناس هم بيورجوا ما يقدروا يجيبوا السودان ويعقدوا يعملوا العقد دي يعملوا السودان ما يقدروا. يا طيب انت سي الفاضل يمكن تنزل برسودان هذه ما عندك مشكله يمكن يزعلوك عليك الله يرحمك يزعلوك المفترس دقيقه بس يزعلوك المفترس بالنسبه لك استفدت زعلك ويقول لك حاصل شنو كده لكن حميتي ومعه شلة ما يقدروا يجوا. المفترس خليني من الفاضل منصور. نعم انا حرجع اقول لك نفس السؤال دبلوماسياً كويس دبلوماسياً بالنسبه لك انت كان بيعني شنو استقبال البرهان الدول اللي كانت قاعده تستقبل دي مصلحه من حميتي بس عشان يجيب لهم الذهب ويشتري منهم سلاح ما شاف له حاجه ثانيه ما شاف دبلوماسياً الزول ده نايب. انا بدارك من البرهان انا بدارك زول غايب بتاع قوات متمرد على الدوله السودانيه انا ما عندي دبلوماسيه يا اسد دبلوماسيه شنو؟ الفاضي اسمك طيب الا لو انت ما عارف معنى الدبلوماسيه شنو دي حاجه ثانيه اذا ما عارف انا بجاوبك السؤال يا المفترس لكن استقبال البرهان طيب. بالنسبه لك انت دبلوماسيا كان شنو؟ دبلوماسيا؟ ايوه البرهان طلع شنو؟ انا البرهان ده هو بيستدعوه بشنو؟ بصفته شنو؟ انا بسالك سؤال بصفته القائد العام ورئيس المجلس السيادي. لا غير صحيح يعني 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 طبعا. يعني هسه حاليا هو اعتباره رئيس الدوله السودانيه. خليني انا ما دار اوريك الاتحاد الافريقي انا برجع انا دار اوريك انت علق العضويه ليه الاتحاد الافريقي علق العضويه بتاعتك انت برجع لك ثاني والله انا الاتحاد الافريقي ده انا الاتحاد الافريقي ده هو ما بيقف معايا في حاجه الاتحاد الافريقي ده كله واقف مع حميتي خليني في العضويه البرهان ده مش طلع وبلا كينيا يا سيدي عطى ما طلعوا بلا الدوله الثانيه خليني في العضويه البرهان بعد تصريحات ياسر العطا ضد كينيا البرهان ذهب الى كينيا. والله هو ذهب لكينيا دي حاجه بعرفها هو طبعا هو كرئيس مجلس طيب انتوا الدول اللي بتستقبل حميتي ذهب معتذر انا ما بيبقى غير منطقي يا المفترس بصراحه بيبقى غير منطقي كلام شنو انتوا بتقولوا الدول اللي بتستقبل حميتي لحظه قلتوا بتقولوا الدول اللي بتستقبل حميتي دول عميله وضليعه في حرب السودان وبالضروره هي دول متآمره على السودان لانها لاقت الدعم السريع كوفدي او كشخصي محمد حمدان في نفس الوقت انتوا لما تمشوا بتلاقوا منو بتلاقوا الدعم السريع لا لا بس لحد الحين ما لاقينا زول لا لا الدعم السريع في جدة يا مفترس انتوا في جدة بعتوا على الدعم السريع بعتوا مع القوني لا 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 شوف انا ما قعدنا مع القوني انا قعدنا مع الحكومة بتاعت جدة
ما قاعد مع لا كان الدعم السريع، الدعم السريع كان طرف في التفاوض، ما هو ما هو الدوله هي الدوله السعوديه، ما الدوله الشقيقه لنا احنا ذل، هي قايمه على انها هي. طيب الدوله السعوديه اللي بتستقبل الجوني، هي السعوديه اللي بتستقبل الجوني. ايوه دار مصلحه السعوديه بتستقبل الجوني، السعوديه بتستقبل الجوني وفارس النور وكل المستشارين للدعم السريع بتستقبلهم السعوديه، ولا زال قوات الدعم السريع في السعوديه. هل السعوديه ايضا متآمره على الدوله السودانيه؟ سؤال يعني السعوديه برضه. لا 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 لا، انا بتكلم لك عن انه حاليا الدول ضدنا، الدول السياسيه حاليا قاعد في حميتي قاعد في السعوديه، حميتي قاعد وين اسمك؟ الدعم السريع هو من يقاتل، حميتي لا يقاتل وحده، الدعم السريع هو الحرب مع الدعم السريع، حرب الاسلاميين مع الدعم السريع وليس مع محمد حمدان تقريبا. والدعم السريع الان موجود في السعوديه. غايد الدعم السريع منو يا اسمك؟ غايد الدعم السريع منو؟ انتوا غايد الدعم السريع ده بالنسبه لكم مش كان ما في؟ خليك من ماشي مما فانا ما قلت، انا واحد من الناس ما قلت ما في، انا بتكلم لك الغايد الدعم السريع منه، غايد الجيش منه. انت بتكلم في الوقت الحاضر، بتكلم ببرهان في الوقت الحاضر، في الوقت الحاضر القتال ضد الاسلاميين البرهان، البرهان هو ربيب الاخوان المسلمين ما لا شك فيه، البرهان هو ربيب الاسلاميين. انا بالنسبه لي مفترس، انت رفعت فيديو، ده كلام انت رفعت فيديو يا مفترس كلام وحيات. شوف انا داير اقول لك، انت رفعت فيديو قلت في الفيديو ده تحديدا انه امريكا ادانت عبد الرحيم دغلو، امريكا فعلت في ذات الحين. امريكا ادانت من يديرون هذا الحرب بالريموت كنترول. ليه امريكا لما تدين عبد الرحيم دغلو كزول داخل الدعم السريع انت بتفرح؟ لما تدين زول اساسا هو محرك الحرب ده، والجيش بقياده البرهان اللي هو ربيب الاخوان المسلمين هو بيقاتل بالنيابه عن علي كرتي، تقول انه امريكا ما نافعه؟ ده اي تناقض ده يعني؟ شوف هو علي كرتي لما استضافوه في كم قناه قال انا وعندي علاقه مع الناس زير الله، ولو اسي حصل لشنو علي كرتي قبضه جابه؟ عبد الرحيم حصل لشنو قبضه جابه؟ ما عمل انت ما ده بالمناسبه ده ما امر قصدي، هو دي الخزانه الامريكيه، دي ادانات نازله من امريكا كجهه اعتباريه بالفضل بفضل العالم كده. انت اعتبارك انا كان بالمناسبه، انا الدايره كان انه المفروض الدايره اني